إذن أعزائي المشاهدين، نبدأ بملفنا الأول المتعلق بما جرى في عجلون. طبعا هناك روايتين، يعني رواية للأمن العام تتحدث عن الأحداث وكيف بدأت وتطورت، ومن ثم هناك رواية للمواطنين في منطقة عنجرة وفي محافظة عجلون. واليوم الرئيس الصبح في مجلس النواب قال أننا سنبحث في جذور الرواية، سنحقق في جذور الرواية. لا أدري، يعني مقدر نفهم أنه يعني جذور الرواية مش عنده، يعني هل يشكك في رواية الأمن العام مثلا؟ يعني هل يعني ما فهمتش أنا شو قصده. يعني أنا لحد الآن بتعرف ما هاي عنا المؤسسات جزر منفصلة عن بعضها البعض، بجوز هو بيحكي إشي والأمن العام بيحكي إشي، يعني هذا ممكن يكون معتاد أو مألوف. لكن بدنا نروح للقطات، يعني بعض الأشياء راح تشوفوها على الشاشة تتعلق بما حدث وبما يتعلق بالروايتين. نشوف مع بعض ثم نعود عن بعضها البعض، بجوز هو بيحكي إشي والأمن العام بيحكي إشي، يعني هذا ممكن يكون معتاد أو مألوف. لكن بدنا نروح للقطات، يعني بعض الأشياء راح تشوفوها على الشاشة تتعلق بما حدث وبما يتعلق بالروايتين. نشوف مع بعض ثم نعود. عن هذا الموضوع معنا على الهاتف عطوفة رئيس بلدية عجلون المهندس حسن الزغول. عطوفتك مساء الخير. مساء النور، أهلين. هلا هلا. بالبداية طمنا، إيش آخر الأخبار في 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 عجلون الغالية والعزيزة على قلوبنا جميعا بعد هالأحداث والتوترات التي كانت في اليومين الماضيين؟ ما هي آخر الأخبار؟ يا سيدي، يعني بعد عصر اليوم الحمد لله رجعت الأمور إلى طبيعتها في مدينة عنجرة. كان هناك يعني جهود خفيفة من وجهاء مدينة عنجرة مع أهل الذين احتفوه عند الله شهيد صدر الزغول، من أجل افتتاح المجال للأجهزة الأمنية بعد الوعود إلى رئيس الوزراء، من أجل لجنة تحقيق تكون يكون فيها أعضاء من البرلمان ومن وزارة الداخلية، وتكون يعني لجنة حيادية شفافة. يعني تم الاتفاق على شكل اللجنة اللي راح يتحقق في الموضوع، هيك فهمت منك مهندس حسن؟ يعني نعم، هناك يعني كان ارتياح لدى المواطنين في مدينة عنجرة وأهالي المقتول على أنه يكون فعلا يكون في تحقيق من أجل يعني معاقبة كل الأشخاص اللي تسببوا بهذه الحادثة. نفهم منك انه بكره الحياه عاديه في عجلون، اليوم تم تعطيل نعم المدارس. نعم ان شاء الله. نعم نعم، هي المهله اعطيت لي بمساء يوم الثلاثاء. مهله شو؟ المهله اللي هي التي ستظهر فيها نتائج التحقيق. يعني المطلوب انه من هون لمساء الثلاثاء تكون اللجنه. نعم، الكشف عن مسببين الازمه اللي صارت في مدينه عنجر. هذا التفاهم مع مين كان؟ مع الحكومه ولا مع الاجهزه الامنيه؟ نعم، مع الأجهزة الأمنية. نعم، مع الأجهزة الأمنية. طيب، هل سيتم استلام الجثة ودفن المرحوم الله يرحمه الصقر الزغول؟ الحقيقة كان دفن الجثة مرهون بنتيجة التحقيق. يعني أهل المتوفى رفضوا استلام الجثة لهذا اليوم، وجعلوا ذلك مربوط بنتائج التحقيق. هل زار محافظة عجلون أو مدينة عنجرة
حدا من الدولة، من يعني مستشارية العشائر في الديوان أو من الحكومة؟ هل في هناك مسؤولين ذو وزن ثقيل وسط المنطقة؟ للأسف لا، للأسف لا. للأسف لا. إذا نفهم نعم منك أنه الآن في لجنة تحقيق من هون ليوم الثلاثاء ستعلن نعم نتائجها، وبناء عليه راح يكون في يعني تصرف من الناس. نعم راح يكون في إن شاء الله أنه يكون في استلام للجثة وإنهاء الاحتقان بشكل كامل. هل في اللجنة حدا من عشيرة الزغول الكريمة؟ يمكن يكون نعم أحد النواب محافظة عجلون. نواب محافظة عجلون، يعني أحد نعم النواب. اللجنة راح تكون نعم نواب وأجهزة أمنية وأمين؟ نعم 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 ومن وزارة الداخلية. ومن وزارة الداخلية. نعم بنتمنى السلامة للجميع، ونتمنى إن شاء الله رب العالمين أن تعود الأمور يعني إلى أحسن حال. بدي أشكرك شكر جزيل عطوفة إن شاء رئيس الله يا بلدية رب. عجلون المهندس حسن أزول. شكرا، شكرا عطوفتك.